الأساسي أن مراعاة البعد الاجتماعي وهذا يتمثل في سعر الأدوية. بالضبط كده. أنت شايف سعر الأدوية في مصر عادل؟ سعر الأدوية في مصر من أرخص البلاد في العالم. كلام من ده أرخص البلاد ده في العالم. تقول لي عليه دليل لأنه هيتاخد ترند. أرخص من ناحية إيه؟ حضرتك شوف نفس البديل في أي دولة. نفس الدواء ده؟ نفس الدواء بنفس المادة الفعالة بنفس عدد الأقراص اللي موجودة أو عدد أو حجم العبوة، وشوف حضرتك بتتباع في أي بلد حوالينا بتتباع بكام؟ ما هو سيدي أصلي بتتباع بكام ده بتتقاس على الدخل بتاعة البني آدم، بالدخل الراجل، دخل المريض. تمام. ما هو اللي دخله الحد الأدنى بتاعه 6000 غير الحد الأدنى بتاعه 6000 دولار. تمام. صحيح. ما عشان كده أنا بقول لحضرتك هي أرخص على كل المستويات، على كل المستويات. على كل المستويات. الدواء في مصر ما بنحسبهاش بدولار بس، يعني الدولار مش هو المقياس هنا. هو انت مش منزعج من كثره الكلام عن زياده الاسعار بتاع الدواء؟ لا ما بيوصلكش يعني. انت من قاعد في مكتبك وبتفتح السوشيال ميديا وبتشوف الناس، طب بلاش كده، مش قرايبك بيكلموك، مش الناس اللي انت تعرفهم لك يا دكتور علي الادويه ناقصه، الاسعار زايده، الدواء بينقص بعد شهر يطلع لك بسعر تاني، ماشي، الهزار يختفي اللي هو مثلا اللي هو يعني علبه تختفي تطلع علبه جديده بشكل جديد، ماشي، كانت اولى كانت بتكفي 15 يوم ب 84 فيروح عامل لك علبه ب 240 تكفي الشهر. ايه التلاعبات في السوق ده؟ علبه جديده شكل جديد اداء جديد، المهم من خلاصته يعني كلها فلفصه عشان من الناحيه الخلفيه كده زياده الاسعار. معلش انا استحمل طريقتي في كل اللي حضرتك قلته لا ينطبق على الدواء. كل اللي حضرتك قلته لا ينطبق على الدواء. ما ينفعش ان العلبه النهارده تبقى بحاجه و80 زي ما حضرتك قلت 15 يوم وبعدين اعملها شهر تبقى ب 280. ما ينفعش. ازاي يعني؟ هيضحك. طب اعمل ايه؟ مين هيضحك على مين؟ طب هنعمل ايه يعني؟ هل المصنع هيضحك على مين؟ ازاي النهارده حضرتك بتقول لي 15 يوم علاج بحاجه و80 وبعدين تبقى بحاجه ب 200 وشويه؟ يا دكتور علي ده انت نفسك قايل رصدنا ممارسات خاطئه عديده في سلاسل الامداد والتوريد تمثلت في تخزين المستحرك بالدرات. استخدمت تعبير غريب قوي، ارهاق السوق، لا تعطيش السوق، لا بصراحه اللعب في السوق. كويس. انت كنت يعني شديد التهزيم. ارهاق السوق يعني ايه؟ كويس. اتفضل. ايه كان رد فعلنا يا فندم؟ اتفضل. الممارسات الخاطئه موجوده في اي صناعه وفي اي بلد. ايه كان رد فعل الهيئه؟ هو ده الاهم، ان النهارده بيعامل مثل هذه الممارسات بصوره قانونيه واضحه قد تؤدي الى غلق المنشاه. حصل طبعا يا فندم. حصل. انا عارف ان انت عملت 56,000 زياره. تمام. نتيجتهم ايه؟ قفلت ايه؟ في طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك في مخازن اتقفلت رصدنا فيها ممارسات خاطئه، وفي غرامات بتتحط. انت تقصد ممارسات خاطئه ان حد حابس حاجه، حابس بضاعه، امتنع عن البيع، دي ممارسه خاطئه. بيع بازيد او اقل من التسعيره ده ممارسه خاطئه. اعطاء اي نوع من يعني خلينا نقول ده على ده باندلنج، يعني بتحط تبيع ده مع ده ممارسه خاطئه. اللي هو تحميل صنف على صنف. ممارسه خاطئه. كل الحاجات دي ممارسات خاطئه وبتعامل بكل حسم من داخل الهيئه. عشان كده ده 56,000 زيارة ميدانية لمؤسسات مختلفة، من غرامات لغلق لكل ما تتخيله حضرتك. أيضا برضو السلعة مسعرة جبريا، هل لاحظتم هناك زيادات في الأسعار فوق السلعة الجبرية؟ فوق السعر حضرتك. فوق السعر يعني اللي بيحصل الآتي، إما يقولك مش عندي أو لأن أنا صاحبه أنا عين لك العلبتين أهم ماشي وما فيش مانع بس سعر أعلى. يعني دخلنا السوق الدواء اصبح زي سوق السجاير، ده مشكله ولا انت؟ انا اخشى من هذا يعني. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك اي ممارسه خاطئه تقابل بكل حده وصرامه من هيئه الدواء، وزي ما قلت لحضرتك الممارسات الخاطئه ما فيش فيها اخذ ورد. كيف تضمن هيئه الدواء